يكون هناك فضاء ديمقراطي يتيح الإمكانية للتعددية، للحرية، يتيح الإمكانية للعمل السياسي اللي عنده مصداقية. ما يمكنش انت تجي تدخل في المشاكل ديال الأحزاب وتهز هذا وتحط هذا وتدير اللي بغيتي في وسط هاد الأحزاب، ومن بعد تطلب من المواطنين انهم يثقوا في الحياة السياسية وانهم يمشيوا يصوتوا وانهم يعتبروا بانه بالإمكان ان تكون حياة سياسية سليمة. كيف يمكن ان افسر لهذاك الشاب او لهذاك او للأخت الكريمة ان العمل السياسي في البلاد عنده مصداقية، ان العمل السياسي في البلاد راه فيه مؤسسات وفيه انتخابات وفيه أحزاب وفيه حكومة؟ كيف وهناك مساعي اللي كتمس بالأحزاب السياسية في كنهها في عملها؟ بلا ما نرجعوا لتاريخ بعيد، يكفي أن ننظر إلى انتخابات ربعاش وتنبير، يكفي أن ننظر كيف أنه أثناء هذه الانتخابات اختلط الحابل بالنابل. ما بقينا نعرفوا شكون اللي في الأغلبية شكون اللي في المعارضة، ما بقينا نعرفوا التحالفات علاش قايمه.